اخترت آية غير معروفة من المزمور 100، الآية 6. الآية بتقول إيه؟ قال الرب: عيناي على الأمناء في الأرض. عيناي على الأمناء في الأرض لأنهم يسكنون معي. يا سلام، الآية مزمور 100 الآية 6: عيناي على الأمناء في الأرض لأنهم يسكنون معي. حد فيكم مرة شاف مشهد غروب الشمس فوق جبل لبنان مثلا؟ يبقى جميلة. فوق البحر، اسكندرية، البحر الأحمر، في الصعيد، على الجبل في بلادنا، تغرب الشمس في موكب حزين، وكل ما بدأت الشمس تختفي كل ما بدأ الظلام يتسلل. الاثنين متوازيين، تغيب الشمس يحل الظلام. منظر مؤلم كئيب. رب، الرغم من ان احنا عارفين ان الشمس ستعود مرة اخرى، هذه دورة الحياة، هذه معاني الموت. علماء الأيام دي ولاهوتيين بيقولوا ما فيش موت، ده من زمان قالها فيلسوف سقراط. فيش حاجة اسمها موت، فين الموت؟ الإنسان ما بياخدش ثانية، بيغمض عينه وبيطلع النفس بيلاقي نفسه في حياة أخرى. علشان كده بنصلي: ليس موتا لعبيدك بل هو انتقال. ولكن رغم ذلك، مجمع الفاتيكان الثاني في وثائقه يسمي الموت اللغز. هذا اللغز، من يفهم الموت؟ كل اللي قاله ماري بولس: بعد الموت ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، ما أعده الله للبشر. فسر الماء بعد الجهد بالماء. من يستطيع أن يفسر الموت؟ قيامة المسيح هي التفسير الأكيد الوحيد بأن بعد الموت حياة، كما أقام موتى اللي مات بعد في نفس اليوم، ابنة القائد اللي آخر النهار لعازر، وقام المسيح بعد 3 أيام. إذن هناك حياة بعد الحياة. أيمكن أن تنتهي حياة الإنسان في هذا الصندوق؟ معقولة؟ أيمكن أن تكون الأعمال العظيمة التي أداها البشر لإخوتهم البشر أن تضيع هباء؟ أيمكن أن يكون الفناء هو نهاية المطاف؟ ما أبأس الحياة، ما أسوأ الحياة لو كانت تنتهي عند القبر. الشكل الخارجي بيقول لنا كده، المظهر الخارجي، هناك صمت مطبق. فينك يا سيدنا مرقص؟ رحت فين؟ صمت تام. إن سقطت العلاقات الإنسانية، سقطت العواطف، سقطت المصالح، سقط الأمال. الذي نراه مشهد فظيع، موت مظلم لا معنى له أن تنتهي حياة الإنسان بهذه الصورة. وبعد أن كان الإنسان ملء الحركة والنشاط والقوة، يتحول إلى ماذا؟ إلى شيء ما، إلى جثة. أليس هذا هو شكل الموت؟ نعم. ولكن العلم يقول لنا شيئا آخر، العلم والإيمان. العلم بيقول لا فناء في الكون، المادة لا تفنى ولا تستحدث، ده بيتحول الجسد إلى أشياء أخرى، في تطور. العلماء بيقولوا نحن نتغذى على أجدادنا وسنكون غذاء لأحفادنا، دي دورة الطبيعة.
لا فناء في الكون، لا عدم في الكون، لا صدفة ولا حظ في الكون، وإنما هناك قانون إلهي. وماذا في الإنسان؟ هل يفنى الإنسان؟ لا. إذا كانت المادة لا تفنى، إذا كانت المادة تتحول إلى أشياء أخرى، فهل الفكر يفنى؟ هل الروح تفنى؟ هل فضيلة سانت تريز مثلا تفنى؟ هل استشهاد القديسين يفنى؟ هل نموذج القديس فرانسيس الأسيزي الذي لا يزال يتردد صدى حتى اليوم في كل أنحاء العالم، هل يفنى؟ لا يمكن. إذن الصورة الخارجية شيء، وصورة الإيمان شيء آخر. نحن نؤمن بأن وراء هذا الصمت كلام، نحن نؤمن بأن وراء هذا السكون حركة، نحن نؤمن بأن ليست هناك لحظة فيها موت، ليس في الكون فراغ، ليس في الحياة فراغ، وإنما ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة. ماذا نتعلم من الموت؟ نتعلم من الموت أمرين، حاجات كثيرة بس أنا اخترت حاجتين. المساواة بين البشر، ما فيش كبير في الموت. كان يوما من الأيام الإسكندر الأكبر القائد العظيم كان بيتجول في مدينة أثينا، وكان بيحب عند الغروب قبل غروب الشمس يحب دايما ياخد عصاه ويتجول بين المقابر، زي لغاية دلوقتي في بعض العلماء بيحط جمجمة على مكتبه. كان عندي مدرس الله يرحمه كاهن فاضل كان حاطط جمجمة مخيفة على مكتبه ليتذكر الموت. فكان الإسكندر يتجول بين المدافن مع أستاذه أرسطو أو أرسطاطليس، فضرب جمجمة بعصاه، فسأله الفيلسوف: مولاي لماذا تضرب الجمجمة؟ قال الإسكندر: أريد أن أعرف هل هي جمجمة والد الملك فيليب أم جمجمة خادمه الذي مات بعده بأسبوع؟ أنا لا أجد فرقا بين جمجمة والد الملك وخادمي البسيط. المساواة، لحظة المساواة، الديمقراطيات البشرية ناقصة، العدالة البشرية ناقصة. حتى في الكنيسة هناك بعض التحفظات على المساواة وعلى العدالة، أو على الأقل عند بعض الأفراد. أين العدالة التامة؟ هنا عند الوقوف أمام الله. مخيف جدا الوقوف أمام الله، مرعب، لأنك وحدك. الموت موضوع شخصي، مش موضوع عائلي ولا رهباني، يخص الشخص الآن أمام الله، فاحص القلوب والكلى الذي يعرف الضمائر. هنا التعامل مع الصدق والحقيقة، ليس مع الزيف. لا شفاعة، انتهت الشفاعة، وإنما نصلي من أجل الموتى لكي يقبل الله منا نحن الأحياء ويرحمهم. لحظة المساواة، الذين يلبسون التيجان يمسكون الصولجان، والذين يكنسون الحجرات. مساواة تامة، عدالة الموت، ديمقراطية الموت، أول درس يتعلمه الإنسان. والعجيبة في الأمر إنه جميع الحضارات اللي مرت، 30 حضارة حسبها المؤرخ الإنجليزي توينبي، كتب عن 30 حضارة مرت بالبشرية، وجميع الحضارات كان هدفها حاجة واحدة لغاية دلوقتي: الانتصار على الموت. عايزين نغلب الموت، عايزين نأجله. برضو آدم، آدم موتا تموت، وأي إنسان يحيا ولا يرى الموت. فالموت هو الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها جميع البشر،
كل البشر على اختلاف الأديان على اختلاف الطبقات أمام الموت سواء. ولذلك نتعلم أن الإنسان له قيمة عند خالقه بغض النظر عن طبقاته الاجتماعية عن ثقافاته. ندافع عن قيمة الإنسان عن كرامة الإنسان لأننا جميعنا متساوون أمام الله في لحظة الموت. رحل عنا سيدنا مرقس حكيم. هذا الأسقف تميز بفضائل كثيرة أذكر منها فضيلتين. تميز أولا بالبساطة جدا. أحيانا كنت أشعر كأنه طفل كبير في مراحله في حياته في علاقاته، لم يكن يعرف خبثا ولا مضاراة، كان بسيطا جدا. هل أخذ هذه البساطة من قريته في الفيوم من عائلته البسيطة، أم أخذها عن أستاذه والذي دعاه إلى الأكاديمية مثلث الرحمات الأنبا يوحنا نوير كان معلمه، أم أخذها عن القديس فرانسيس، القديس فرانسيس الأسيزي اللي جه مصر واللي زار مصر واللي كتب عنه الطبري إنه انتصر أكثر من 40 معركة حربية. هذا يذكره التاريخ. الأنبا مرقس كان بسيطا في تعامله مع البطريرك مع إخوته الأساقفة ومع الكهنة، ولذلك طبعت البساطة فضائل رهبانيته في قلبه فضائل أسقفيته في قلبه، فكان يتعامل دائما بابتسامة مشرقة. الصفة الثانية اللي أشير إليها، كان دائما يريد أن يتعلم أن يستفيد يسأل ما معنى هذا. قرأت هذا المقال لم أفهمه جيدا، آخر كتاب طلع عايز أقراه. الرغبة في التثقيف الذاتي، الرغبة في الاستفادة في النمو الروحي، كان دائما يحاول أن ينمو روحيا مع أنه كان على درجة رائعة من الحياة الباطنية والروحية. كان يريد أن يتعلم وهو الأستاذ، يريد أن يستشير وهو الحكيم. كان مثالا في الإنسان الذي يريد أن يزداد عمقا في علاقته مع المسيح. أنبا مرقس رحل عنا، ولكنه سيبقى في ضمائرنا وفي كنيستنا وفي قلوبنا جميعا. أنتهز الفرصة لأعزي غبطة أبينا البطريرك إبراهيم، وأعزي إخوتني الأساقفة، وأعزي بنوع خاص نيافة الأنبا يوسف أبو الخير. ضرب لنا مثلا وقدوة كيف يحترم كيف يقدر الأسقف الذي يستقيل أو يرتاح أو يعتزل. كان دائما يطلبه، دائما يعد مكانه، أشعره بأنه لم يغادر سوهاج، أشعره بأنه لا يزال مطران سوهاج. القدوة نموذج صالح للأجيال القادمة. وأعز أيضا الرهبنة الفرنسيسكانية التي قدمت لنا أسقفا واثنين وثلاثة من الرهبنة في سينودسنا منذ أيام الأنبا يوحنا نوير وفي المستقبل إن شاء الله. وأقول للرهبنة الفرنسيسكانية إن الروحانية الرهبانية لا تتعارض أبدا مع الرهبانية الرعوية. لا ينبغي أن تسحق
أعمال الرعوية باسم الرهبنة، ولا ينبغي أن تسحق تهمل الروحانية الرهبانية باسم الرعية. كونوا دائما كما كان الأمبروس حكيم، الراهب الملتزم الروحاني والراعي. أعزي الرهبنة لأنها فقدت أسقفا عظيما، لكن نصلي لكي تعطي أيضا للكنيسة أساقفة كما أعطت بابوات وأعطت كرادلة، وتغذي وتسري الكنيسة بحياتها الروحية. أعزي العائلة والأهل والأصدقاء، أعزي الكنيسة كلها. سيدنا مرقس، أذكرنا أمام العرش الإلهي. أمين.